الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، في 13 من شهر يوليو لعام 2024 في هذه السباقات واليوم الجديد وانطلاقاتنا التي أتت بعد انطلاقة كأس المفاريد، متابعينا في كل مكان انطلاقة سباقات الموسم الطائف هنا على أرضية عروس المصايف بانطلاقة أول أشواطنا في هذا الصباح للإبكار المفاريد. 2 كيلومترات هي الرحلة المصاحبة لهذه الأسماء والشعارات. نتقدم إلى مرضية وحسين بن محسن بن نادر العامر يتقدم في هذا الانطلاق الكبير، المركز الثاني وصول في هذه اللحظات. الظبي بشعار عبد الله بن جبر بن عبد الله الهاجري يصل ليهاجر، يصل لينتصر هنا عند لوحة الألف 200 متر. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات قدوم من هذا الاسم وهذا الشعار، يصل ويتقدم مبروك بن حسن بن عوض الصيعري مع سهم. الله الله، الكيلومتر الأخير يا الصيعري. المركز الرابع من وصلت سيوف شجاع بن مسعد بن عيد العصيمي العتيبي. المركز الخامس ايضا بها تصل محمد بن سالم بن محمد الحامر المري، ولكن لنا عودة الى هنالك الهاجرية. من ينطلق في هذا الانطلاق الكبير ضمن سباقات موسم الطائف هنا متابعينا الكرام؟ من هو سعيد الحظ الذي يسجل اسمه بحروف من ذهب هنا التاريخ يسجل والأسماء والشعارات تنطلق بأول انطلاقات هذه السباقات بهنا تنطلق في هذه اللحظات هنا بشاير حمد بن قبلان بن قبلان الصمصام. ولكن التحرك من سيوف سعيد بن فلاح العامر وأيضا القدوم من هذا الاسم يصل سعيد بن فلاح بن علي العامر مع سيوف، ولكن الصمصام أبنائي نجران يفتتحون أول نسخة لسباقات موسم الطائف في عروس المصايف. إلى نجران السلام مع بشاير. بشروني عنك، ما يدرون عني، ما دروا باللي شغر فكري وظني. يا الصمصام تهانينا والنماس لمالكي بشاير من أتت خاطفة للشوط الرئيسي الأول ضمن سباقات موسم الطائف. المركز الثاني ما قصرت سيوف بشعر سعيد بن فلاح بن علي العامر يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من المركز الثالث هنا وصلت هوايل عبد الرحمن بن سلمان بن صالح المغيري. المركز الرابع وصلت على المركز الرابع شواهين بشعار عاطب بن عطية بن حسن القرشي. المركز الخامس الفائزة بشعار سعيد بن محسن بن راشد الفهيدة المري على المركز الخامس. متابعينا في كل مكان، هنا بشاير أتت لتبشر مالكها ومحبيها وعشاق هذا الشعار بدقيقتين 59 ثانية و15 جزءا من الثانية. هنا توقيت البطلة بشاير صاحبة الشوط الرئيسي الأول ضمن سباقات موسم الطائف بنسختها الأولى في هذا العام عام 2024. سلام يا الصمصام سلام، سجل يا تاريخ،
هنا السمصام أول من ذهب، أول من خطف أشواط سباقات موسمي الطايف لعام 2024، ذهب بالسلام إلى أبناء نجران. أبناء نجران ماذا تفعلون هنا في هذا الموسم على أرضية هذا الميدان، خاطفين لكأس المفاريد قبل أيام قليلة ويخطفون الشوط الرئيسي الأول.